منذ أحداث 11 من سبتمبر يعاني المسلمون في الولايات المتحدة من صورة سلبية تروجها وسائل إعلامية. كثير من المسلمين المندمجين في المجتمع قرروا مواجهة هذه الصورة بمزيد من بناء الجسور وحوار الحضارات. ويرى البعض أن خطاب الرئيس الأمريكي أوباما للعالم الإسلامي الذي وجه في عام 2009 من جامعة القاهرة شكل حدثا غير مسبوقا في تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي في العقد الأخير. المزيد مع مراسلنا ناصر أبو دياب في هذا التقرير. مسلمون يقيمون الصلاة في كنيسة يهودي في نيويورك، مشهد قد يبدو غريبا بعض الشيء، إلا أنه أصبح اليوم ممكنا بعد مرور سنوات من تنظيم أنشطة وفعاليات تدعم الحوار بين الأديان، تحاول تقريب المسافة بين أبناء الديانات المختلفة في الولايات المتحدة ورد ما الهو. هذه هي الطريقة الوحيدة لبناء الجسور بين الناس على اختلاف دياناتهم، أن يجتمعوا معا، يتشاركوا في الحديث والطعام، وأن يتعرفوا على بعض. فعندما يستمعون لقصص بعضهم الشخصية، عندها فقط يستطيعون أن يشعروا بروابط تجمعهم. أحداث 11 من سبتمبر وما تركته من تداعيات أظهرت الحاجة الملحة لتنظيم هكذا فعاليات، فالجالية المسلمة في الولايات المتحدة وجدت نفسها في قفص الاتهام، فسعت إلى التواصل مع أبناء الديانات الأخرى لتصحيح الصورة السلبية بعد أن كانت مشاركتها ما قبل الهجمات خجولة ومحدودة. كان لدينا أمران، إما أن نختفي أو نختبئ أو أن نقف على أقدامنا لنواجه الهجوم العنيف الذي وجه ضد الجالية الإسلامية في المنطقة. هذا السعي وجد تجاوبا من الطرف الآخر، فانضمت بعض الكنائس المسيحية والكنس اليهودية وبدأت بالمشاركة في تنظيم النشاطات وتشجيع أبناء طوائفها للانضمام وحضور الفعاليات، فازدادت أعداد الناشطين في هذا المجال وانتشرت المؤسسات المتخصصة في حوار الأديان. استخدام المسلمين ككبش فداء بعد هجمات 11 من سبتمبر ذكرت كثيرا من اليهود بما تعرضوا له من ظلم في فترات ماضية، ورؤية المعاناة التي مر بها المسلمون من جيراننا بعد الهجمات عززت إيماننا بأهمية الحوار. تقبل الآخر مبدأ جوهري في الديانة المسيحية، وعلى المسيحي الصالح أن يشعر مع الآخرين ويهتم بهم بغض النظر عن خلفياتهم الدينية. من هنا جاء إيماني وحماسي لهذه النشاطات. الفعاليات وعلى مدى السنوات الماضية تنوعت في طبيعتها، فمن مشاركة في الاحتفالات الدينية إلى تنظيم نشاطات للأطفال ومخيمات صيفية مشتركة، فلقاءات تنظم على مستوى السياسيين وصناع القرار. طبعا هي مفهوم حوار ليست الكلمة الأصح في الموضوع، لأن ليس هناك حوار بلدان، يعني لا أجلس مع اليهودي أو النصراني وأحاول أن أقنعه بأن الدين الإسلامي هو الدين الصحيح، أو ليس هو من يقول لي أن الديانة اليهودية هي الديانة الصحيحة. إنما الحوار معناه اللقاء بين قيادات الدينية مع بعض لدعم عمل مشترك. أنا مجرد حاخام في كنيس صغير في بروكلين. ما نحاول فعله هنا هو تمتين علاقاتنا بجيراننا، وأن نتعرف أكثر على الدين الإسلامي، وأن ننظم فعاليات مشتركة ما بين المسجد والكنيس لتصحيح الانطباعات وبناء علاقة سليمة بين الطرفين. ولكن هل أثرت محدودية النشاطات وحصرها في المجتمع المحلي على تحقيق النتائج المرجوة؟ التغيير لم يتغير، لم يكن هناك تغيير بالواقع على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن أستطيع أن أقول على المستوى المحلي نحن في محافظة الأديان ومدينة نيويورك بالذات هناك تغيير كبير. I see an awful lot of information that's been passed. لقد شهدت في الفترة الماضية ومن خلال هذه النشاطات تبادلا مباشرا للمعلومات بين المشاركين من مختلف الديانات،
دون أي تأثير خارجي للإعلام أو للانطباعات النمطية المسبقة، مما خلق تواصلا أكبر بين أبناء الديانات المختلفة، وهذه خطوة للأمام. 10 سنوات مرت على أحداث 11 سبتمبر، نظمت خلالها المئات من النشاطات المتعلقة بحوار الأديان هنا في الولايات المتحدة، إلا أن الفجوة ما زالت كبيرة والحاجة ما زالت ملحة لتنظيم المزيد من هذه النشاطات من أجل تحقيق التعايش المنشود. لبرنامج اليوم على الحرة كان معكم ناصر أبو دياب من بروكلين نيويورك. سنتحدث أكثر مشاهدين عن هذا الموضوع. ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور مارك كوبين، وهو أستاذ الديانات الدبلوماسية وحل النزاعات في جامعة جورج مايسون. أهلا بك دكتور. بداية دعنا نبدأ من حيث انتهى التقرير. كيف ترى ما حققته مسيرة حوار الأديان في الولايات المتحدة في العقد الماضي؟ كان هناك تحولا كبيرا في الولايات المتحدة هو في بدايته، وكما قال الذي أجريت معه المقابلة، كان هناك اختلاط بين المساجد والكنس وبين الأفراد. وأحد الأسباب في أن هذه العلاقة طبيعية يعود إلى أن هناك سوابق تعود إلى آلاف السنين للعلاقات الإسلامية اليهودية، تعود إلى الجزيرة العربية وخاصة إلى إسبانيا ومشاطرة الفلسفة والشعر. أيضا المسلمون واليهود كانوا مترابطين في شمال إفريقيا وأماكن أخرى. إذن هذا اكتشاف للجار، وهذه علامة جيدة. أيضا هناك منافسة في أجواء ديمقراطية لتغلب على الصور النمطية وإحياء العلاقات الشخصية. إذن نحن نرى جهدا قويا من قبل اليهود والمسلمين للتواصل وإقامة العلاقات الشخصية. نعم. دكتور، هل توافق ما ذهب البعض في القول وعندما قالوا أن مجهودات الحوار ربما لم تغادر بعيدا عن المربع النظري، أو ربما بقيت حبر على ورق لتصبح برامج علمية تنفذ في الواقع؟ أعتقد أن الدليل مختلط. كان هناك الكثير من الحوار بين الأديان حتى 10 أو 15، وكان على مستويات فكرية بين العلماء والمفكرين، وكان بين الرؤساء، وهذا لا يكفي. ما نود الوصول إليه من خلال التشاطر في المساحات المجتمعية والعمل سويا والقيام بأنشطة سوية في مجالات الرفاه ومجالات الأطفال والنساء، هذه في المراحل الابتدائية، ولكن هنا نقوم ببناء العلاقات والصلات، وهذا يتطلب الكثير من الجهود الواعية. دكتور كوبين، كيف تقرأ خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما على صعيد التواصل مع العالم الإسلامي بعد عامين من الخطاب الذي أدله في القاهرة؟ كيف تقرأ أداء الرئيس باراك أوباما؟ خطاب الرئيس أوباما كان حدثاً وكبيراً، وفي الخطابات السابقة بالمقارنة إليه كان يعتبر علامة فارقة، ولكن لسوء الحظ لا نزال منخرطين في كفاح سياسي وعسكري فيه المسلمون والأمريكيون على جانبين نقيضين، وهذا يسبب الكثير من التوتر والقلق في أوساط الأمريكيين الذين يمكن التلاعب ببساطة في آرائهم. وهذا هو الخطر. الخطر في أمريكا الآن أننا نتنازع بين المواطنين الديمقراطيين الذين يودون أن يتعرفوا على بعضهم البعض من ناحية، وأيضا فترة ما بعد 11 سبتمبر والإمكانية السياسية للناس أن يستخدموا الخوف من الحروب والقتل والجراح كي يشتبهوا في المسلمين. وهناك كفاح ضد هذا، ولكن تاريخيا هذا شيء حدث في الماضي، بمعنى اليهود قبل 150 عاما في أوروبا عانوا من نفس التحديات، أنهم لن يكونوا مواطنين جيدين وقوانينهم ضد قوانيننا ولا يمكن الوثوق بهم، لا يمكن أن يكونوا مواطنين. ما رأيناه هو أنه على مر الوقت ومع الكفاحات المدنية هذا يمكن التغلب عليه من خلال العلاقات الإنسانية، وهنا يكمن النضال الرئيسي. اتصالات وتواصلات بين الناس تجعل من الصور النمطية سخيفة.
نعم دكتور مارك كوبن، نأمل أن نرى الكثير من الحوار بين مختلف الأديان اليهودية المسيحية والإسلامية في المستقبل القريب. شكرا لتواجدك معنا، أنت أستاذ الديانات الدبلوماسية وحل النزاعات في جامعة جورج ميسن. مجددا دكتور مارك كوبن شكرا لتواجدك معنا. سلام. شكرا. مشاهدينا، إيبو باتيل مستشار الرئيس الأمريكي للأديان يحاول بناء جسورا من التعاون بين مختلف الأديان، وهو يحمل هذه الرؤية أينما حل ليبرهن للمجتمع الدولي أن الدين الإسلامي هو دين السلام والتفاهم. لذا أسس منظمة جوهر الشباب التي تسهم في حركة التعاون بين الأديان. كنت التقيته في واشنطن وأدلى لي بالإفادات التالية لنتابع. إيبو باتيل رجل التسامح الديني والداعي الأكبر لحوار متزن ملأه الاحترام مبني على جسور من التفاهم والتعاون، وهو عضو في مجلس مستشاري الرئيس أوباما للأديان، وهو مؤسس جمعية للشباب من مختلف الأديان والعقائد لدعم حوار الثقافات وإعلاء القيم الإنسانية. مستر إيبو باتيل، سيد إيبو باتيل، أهلا بك في برنامج اليوم على الحرة. أنت مؤسس ورئيس مؤسسة جوهر الشباب عبر الديانات. متى تأسست الجمعية وما هي أهدافكم؟ تأسست الجمعية عام 1998، مهمتها إلهام الشباب لبناء جسور بين مختلف الأديان، خاصة جسور الخدمات. بعد أحداث 11 سبتمبر أصبحنا نرى العديد من المؤتمرات واللقاءات الداعية لحوار الأديان. أين تكمن أهميتها وماذا حققت لغاية الآن؟ هناك مجموعة صغيرة من الناس حول العالم يعتقدون أن الإيمان جزء من الدمار وحاجز للانقسام، لكن نحن الأكثرية نؤمن بأن الإيمان هو جسر من التفاهم، ونؤمن بأن الشباب لديهم الإلهام لبناء هذا الجسر. كما وحدثنا السيد باتيل عن وضع المسلمين في الولايات المتحدة، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر. نرى المسلمين لديهم أمل أكثر من أي مجموعة أخرى في أمريكا، وأعتقد بأنه لدينا الكثير لنحققه هنا كإكمال التعليم وتأسيس عائلة وتحقيق نجاحات في مهمتنا، والدين الإسلامي يعلمنا التفاؤل. منذ حوالي العامين الرئيس أوباما ألقى خطابا في القاهرة، كيف تقرأ اليوم نتائج الخطاب؟ أعتقد أن الفكرة الكبيرة وراء الخطاب كانت ثقافية وتقليدية، ذلك لبناء جسور بين العالمين، وهذا ما يحدث هنا وحول العالم. فالناس يجتمعون من مختلف الأديان، اليهود والمسلمين والمسيحيين وحتى الهندوس، يعملون ويتعلمون سوية، وهذا ما يحتاجه العالم، وهذا ما نتعلمه من ديننا. وكما يرى السيد باتيل أن الخوف من الإسلام لا يشمل كافة المجتمع الأمريكي بل جزءا صغيرا منه. لا أعتقد أن جميع الأمريكيين خائفين من المسلمين، فالخائفون هم مجموعة لديهم فكرة خاطئة عن المسلمين وليس لديهم معلومات كافية، وهذا يحصل في العديد من المجتمعات ومع مختلف الأديان اليهودية والمسيحية بل وحتى الهندوسية. ويجب أن نتأكد بأننا نعطي المعلومة الصحيحة حول الإسلام، فهو دين السلام والتعاون والتفاهم. وتبقى الرسالة الصوت الذي نأمل أن يصل دون حواجز وعواقب. رسالتي هي لجيل الشباب أن يرفعوا العلم عالياً في القرن 21. مع بعضنا نصبح أفضل وأقوى، وبمفردنا نكون أضعف. إذن كان هذا اللقاء مع مستشار الرئيس أوباما للأديان السيد إيبو باتيل.